A uniform bar has two small balls glued to its ends. The bar is 2 meter long and has mass 4 kilogram. يبقى ادي البار اهو، وعنده كورتين في نهاياته، هو نفسه 4 كيلو جرام. while the balls each have 0.3 كيلو جرام، وطوله قلنا 2 متر. بيقول ان ال two balls can be treated as point masses، يعني ملهمش radius. find the moment of inertia of this combination about an axis. اول اكس هنتكلم عليه بيقول perpendicular to the bar، عمودي على البار، بيمر بيتس سنتر هنا يعني كده في الحته دي، يعني على بعد متر من كل جنب. طيب هو البار الاي بتاعته حوالين مركزه، عند مركزه 1/12 ML تربيع، ده للبار. طب وكل كرة حوالين مركزها ملهاش، لان ملهاش مركز، هي نقطة يعني +2 ام بس في المسافة تربيع. طب الماس 4 للبار وطوله 2، وهنا 0.3 والطول 1 تربيع. يطلع جواب الكلام ده 16/12 + 2 × 0.3. طلع الجواب 1.93 كيلو جرام متر تربيع، ده البارت A. في البارت بي بيقول الاكسس بيربنديكولار تو ذا بار ثرو وان اوف اتس بول، هنا يعني كده. طب هيبقى الاي للبار 1/3، لان على نهايته ام ال تربيع، ده البار. وبالنسبه للكره اللي بيمر بيها المحور ملهاش، لان خلاص بتمر فيه ملهاش مسافه. اما الكره التانيه هتبقى 0.3 في المسافه تربيع، وبالتالي هيساوي الماس ده ب4، 2 تربيع، كل حاجة معلومة. هتبقى 16 المرة دي على 3 + 0.3 × 4، فطلع 6.53 كيلوجرام متر سكوير. يبقى كده خلصنا بارت بي. في بارت سي الأكس المرة دي parallel to the bar، موازي لي، through both balls، يعني بيمر فيهم كلهم. طالما كده يمر فيهم كلهم خلاص، يبقى كله بصفر، مش عمودي على البار، يبقى ملوش حاجة بالنسبة للبار، وبيمر في الكور، فكل المسافات صفر، فالاي بتساوي زيرو. البارت دي آخر بارت بيقول parallel برضه to the bar بس على بعد نص متر from it، يعني كده على بعد نص متر، وبالتالي كل الكتل تتضرب في مسافة تربيع. هتبقى الاي مجموع الماسس في الدي سكوير، كل الماس على بعضها 4.3 و 0.3، كلهم مضروبين في نفس المسافة اللي هي نص تربيع، فالجواب هيطلع 4.6 × ¼، لأن نص تربيع، يطلع 1.15 كيلوغرام متر تربيع. وبكده خلصنا السؤال.